امتثالا للعقوبات الأمريكية، تحت هذا العنوان أعلنت الحكومة الأرجنتينية احتجاز طائرة شركة مهان الإيرانية للخطوط الجوية واعتقال 5 إيرانيين من طاقم الطائرة في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، ليأتي الرد الأولي من وسائل إعلام إيرانية بأن الطائرة استأجرتها شركة كونفياسا الحكومية الفنزويلية من الشركة الإيرانية وليست تابعة لإيران. المتحدث باسم مهان أمير حسين ذو الأنواري نفى في حديث إلى وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن تكون الطائرة مملوكة من الشركة، مؤكدا أن جرى نقل ملكيتها قبل عام وبيعها إلى شركة فنزويلية. مهان إير الخاضعة لعقوبات أمريكية منذ عام 2011 لدعمها الحرس الثوري الإيراني، والتي اعترضت طائرات حربية أمريكية سابقا إحدى طائراتها في الهواء ما أسفر عن وقوع جرحى. أوقفت طائرتها هذه المرة بأمر من الولايات المتحدة على حد تعبير وزير الأمن الأرجنتيني. طائرة بوينغ 747 التي كانت تقل 7 إيرانيين و9 فنزويليين وجدت على متنها قطع غيار لشركة سيارات، ولم يعثر على أي شحنة مشتبه فيها خلال عمليات تفتيش عدة. وعلى الرغم من ذلك فإن المحتجزين ما زالوا حاليا في الأرجنتين ولم يتمكنوا من العودة إلى فنزويلا بسبب مصادرة جوازات سفرهم، ربما في انتظار أوامر أمريكية أخرى.